جراح عبقري مغرور، الجانب الإنساني عنده معدوم، هتحصل له حادثة غير متوقعة وروحه هتلبس دكتور ابن محظوظة غني وأمه صاحبة المستشفى وجده مؤسسها، لكن هو مش مهتم يبقى نجح ولا نيلة، ودلوقتي أرواحهم بتتشارك نفس الجسم وهتبقى عركة، فيا ترى إيه مصير المرضى؟ زي ما تقولوا كده الأبطال بيكبروا خاطرنا بعد اللي حصل في مسلسل شباب مايو، فقالوا يرجعونا بدراما قصيرة يحبوا بعض من جديد، لكن المرة دي البطل هو اللي هيبقى جاي في موعد مدبر بدل صاحبه مش العكس. تفتكروا زي مسلسل شباب مايو هيطفشها زي ما كانت بتطفشه ولا هيعلقها على طول؟ واحد شغال في مصلحة الضرائب وبيتعقب الفلوس اللي الناس بتتهرب منها، وشغالة معاه واحدة شخصيتها مشرقة وليهم كمان مدير طموح، وأكيد مدام عملهم هو جمع المال فأكيد في شغلهم آخر جمال. المسلسل أحداثه في عام 1990 في كوريا الجنوبية، وكان في مجرم ملقب بالقبعة الحمراء بيطارد الستات في الشوارع ويقتلهم المتوحش، وما عندوش نمط معين في ارتكاب الجرائم، فمجنن الشرطة، فهيضطروا يستخدموا معاه طريقة تحليل جنائي على أمل إنهم يعرفوا مخ المجرم ده جواه بالظبط ويقدروا يمسكوه. تفتكروا هيعملوها؟ دكتور قرر يطور من نفسه وفتح حياته الجديدة، وافتكر بقى ان الدنيا لعبت معاه ومش هيلحق على المرضى والفلوس هتخبط على بابه، لكن لقى نفسه متعوس وعلى وشك الافلاس المنحوس، حتى مراته بتثق في اي معلومة طبية على التلفزيون اكتر منه، فيا ترى هيعمل ايه عشان ينتش نفسه من الوحل؟ البطلة في أوائل العشرينات واشتغلت في صالون تجميل كمتدربة، لكنها مع العملاء لا بتعرف تجامل ولا تطبل ولا حتى تتعامل، خيبة بعكس البطل مصفف الشعر الشاطر المحبوب اللي مش ملاحق على الزباين، وكل واحد من الأبطال جاي من خلفية مختلفة هنعرفها من خلال الأحداث. بس تفتكروا البطل هيعلم البطلة ولا هيسيبها كده الندل؟ فيروس بيحول الناس لزومبي انتشر فجأة بشكل مهول، ففي مجموعة من طلاب ثانوي بيحاولوا يهربوا من مدرستهم بعد ما اتحبسوا فيها على أمل يخرجوا بني آدمين. البطلة شغالة قائدة فريق العلاقات العامة في وكالة ترفيهية وشاطرة في انها تغطي فضايح ومصايب الفنانين، الا فنان واحد مطلع عينها ويعتبر عدوها الوحيد، وهما الاتنين بيتخانقوا على اتفه الحاجات، فيا ترى مين هيجلط التاني الاول؟ قضية بتكره جرائم القاصرين اللي بيهربوا من العقاب لمجرد ان سنهم صغير، خاصة انها كانت ضحية لحد قاصر قبل كده، فالشغف واخدها ان تدي لكل واحد بالجزمة وتسحلهم مش تتعاطف معاهم زي الباقي. اما عن اسامي هانزي الجميل، ايمان، حمزة، شهد، عمر، مي، محمود، جانا، سارة، سلمى، ندى، نونا عدنان، جنة عدنان، لولو، سوسو، كوكي، ويارا. اما عن الرسائل فايمان رمضان بتقول ينفع تدعولي ان ربنا يسترها عليا انا وخديجة، ومنى محمد بتقول ادعولي التليفون يرجع عشان اتسرق، واستبرك بتقول ادعولي احقق حلمي واصير دكتورة جراحة، ومريم بتقول ادعولي بالله عليكو ادخل كلية الطب انا في ثانوية عامة وعليا تراكمات كتيرة، وندى بتقول ممكن تدعولي عشان عندي امتحانات، ونادية بتقول ينفع تدعولي ان ربنا يوفقني ويوفقكم معايا، وشروق بتقول ينفع تدعولي اجيب مجموع عالي السنة دي لان نفسي اخش كلية تجارة،
واكونت باسم رقيقة القلب بتقول ينفع تدعولي اطلع الاولى وبابا يجيب لي تليفون جديد؟ وعزة بتقول ينفع تدعولي عشان امتحاناتي قربت وعايزة انجح وتدعولي ان ربنا يخلي ماما واخويا ليا؟ وكمان بتحب تقول لصاحبتها رقية انا بحبك قوي. ومنار صابر بتقول ينفع دعواتكو عشان دخل على امتحانات؟ وكانت معكم لبنى ماجد ودينا عويدة من قناة كوريا انيو.